thank you متابعيني جميعا على قناة انفوتك فور يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة فيديو مختلف شوية عن نوعية الفيديوهات اللي بقدمها على القناة لان النوع ده من الفيديوهات بقدمه على قناة تطبيقات ومواقع الذكاء الاصطناعي كل يوم موقع جديد ولكن لان النهاردة الموقع مختلف والموقع لسه تم الاعلان عنه او يمكن وجوده بشكل بابليك النهاردة هو موقع هوت شوت اي اي اللي بيستخدم في تحويل النص الى فيديو او توليد فيديوهات بالذكاء الاصطناعي ناس كتير هتقول لي ايه الفرق في مواقع كتير جدا وتطبيقات بتولد فيديوهات بالذكاء الاصطناعي لكن هرجع اقول لك الموقع ده متميز عشان حاجتين أول حاجة الموقع ده الفيديوهات بتاعته واقعية جدا تكاد تكون بديل حقيقي ومنافس قوي وي وكلينج اي اي وهنشوف ده في التفاصيل زي ما شفنا كده في بداية الفيديو نوعية الفيديوهات المنتجة بواسطة هوت الحاجة التانية إن الفيديوهات دي مدتها طويلة علشان يحافظ على الموشن أو عشان يحافظ على الحركة شيء جيد جدا بالنسبة للريزوليوشن أو الجودة 720 بي تعالوا كده نبص على الموقع ده اللي ممكن تستخدمه بشكل مجاني وانت ليك 2 generation بير دي من حقك انك انت تولد 2 فيديو بير دي وهنشوف مع بعض جوده الفيديوهات بالهوت شوت شكلها عامل ازاي وهسيب لك الحكم في الاخر وتقول في التعليقات هل فعلا هوت شوت هيكون منافس قوي لصوره من اوبن اي اي وكلينجي اي وبقيه المواقع ولا لا ده اللي احب ان انا اسمعه بعد ما تشوف الفيديو للاخر يا نعمل لوجن بالاكونت الخاص بجوجل ونشوف امكانيه هوت شوت اول ما هبتدي ان انا اخش اعمل لوجن هبص هلاقي هنا في عندي زي مستطيل بكتب فيه الامر بتاعي وانا عشان جربت مره ففاضل لي تجربه واحده فقط بالاكونت ده طبعا لو انت ليك اكتر من اكونت تقدر ان انت تستخدم التو جنريشنز بير داي برضو وهنا في عندك برومبت جايد ودايما بنصح في هذا النوع من المواقع يفضل ان انت دايما تشوف الجايد بتاع الموقع ما تقولش لا كل واحد يعني لازم تشوف عشان تاخد نتائج او تحصل على نتائج دقيقه وكويسه شوف هاو تو برومبت ازاي تكتب الامر أمر... وفي ميزه حلوه قوي موجوده ايضا في الهوت شوت ان في حاجه اسمها انهانس لي فبيحسن البرومبت بتاعك انا بحب استعين بصراحه بشات جي بي تي علشان يديني ديسكريبشن للفيديو هنا انا هاخد التكست اللي تم انشاؤه شات جي بي تي هرجع تاني اقول لك بص الطريقه اللي بتكتب بيها الامر لان كل موقع ايضا بيكون له طريقه معينه في الكتابه ولكن احنا هنا عشان الوقت هوت شوت هروح له هبتدي ان انا اكتب الامر بتاعي وفي انهانس برومت لو انت عايز يعني يلتزم بالظبط بالامر بتشيل انهانس برومت العلامه اللي هي الرايت تشيك من عليه او ان انت تحط التشيك عليه رايت تشيك عليه زي ما انت عايز بعد كده هبتدي ان انا اقول انتر وهنشوف النتيجة عاملة إزاي هل بياخد وقت في الإنشاء من تجربتي في الفيديو اللي أنا أنشأته بواسطة هوت ما بياخدش وقت كبير قوي وهتلاقي هو بينشئ لك كده هيظهر لك كده زي شاشة مبكسلة وهو بينشئ لك في البداية هو هيبتدي باكسل لحد ما توصل للفيديو النهائي وهو عشان يتيح للكل فرصه ان هو يستخدمه بشكل مجاني تو جينيريشنز بير داي هو ده الليمت اللي هو حاطه هنشوف مع بعض دلوقتي النتيجه بعد انشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من خلال موقع هوت شوت يلا بينا زي ما احنا شايفين تم انشاء الفيديو الفيديو يبان حقيقي جدا زي ما احنا شايفين الخلفيه بلير شويه ولكن عشان الفوكس هنا بيكون على الشخص فالجوده بتاعه الفيديو تعتبر حتى بال720 انا شايفه التفاصيل واضحه والجوده كويسه جدا طبعا تقدر ان انت تاخد كوبي لينك وتعمل ريجينريت لو مش عاجبك الفيديو وتعمل في الاخر داونلود زي ما شفنا في الفيديو اللي فات بعد ما فتحته ما فيش اي ووتر مارك عملت له داونلود وفتحته قدامكم زي ما انتم شايفين تقدروا تستخدموه كمان من غير ووتر مارك معرفش ما بقى هل برضو الموضوع ده هيبقى موجود بشكل دائم ولا هيقوم الموقع باضافه الووتر مارك عليه ده اللي هنعرفه مستقبلا ولكن زي ما قلت لك حاول تستفيد بالتو جينيريشنز بير دي اللي بيتعملوا بشكل مجاني من الفيديوهات اللي كنت عملتها ايضا الفيديو ده فيديو ايضا حقيقي جدا والمشهد الشخص يعني وشه يكاد يكون واقعي ما تقدرش تفرق ما بين الفيديو ده والفيديو العادي ومدة الفيديو حوالي خمس ثواني ممكن يكون في بعد كده اكستنت من المتوقع ان يكون في اكستنت لحد عشر ثواني هنعرف الكلام ده ايضا بعدين يعني حيبين اكتر وهيطلع اكيد ان احنا نتكلم عنه ولكن حيكون الحديث عنه على قناة كل يوم موقع جديد انا بس بحاول ان انا اركز على اهمية الموقع من خلال يعني النهاردة فيديو النهاردة على قناة انفو تيك فور يو ولكن اتمنى ان انتم تجربوا آه هذا الموقع آه هوت شوت آه بجد هتحسوا في فرق كبير جدا لو انت استخدمت مواقع انتاج فيديوهات بالذكاء الاصطناعي من قبل هتحس فعلا بالفرق <applause> اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده على قناه تيك فور يو زي ما بقول لكم في نهايه كل فيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو بتشوفونا لاول مره ولمتابعينا الاعزاء ما تنساش لايك وشير وكومنت ولو تحب تتابعنا على قناه كل يوم موقع جديد هتلاقيها طالعه عندك في الاند سكرين تقدر ان انت تشترك فيها واوعدك ان شاء الله ان انت هتستفيد دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته